مشاهدي مصر الزراعية، لكم منا كل السلام والتحية. وأهلا بكم ومرحبا في نشرة أسرارنا التي نستهلها بالعناوين. اشفق يا شفيق وما تغرقش الطريق. طب اليوم مقلبية بالثوم. حازر واذبح بره المجازر، سهرة درامية من تأليف عنتر المستهتر. مكان محجوز أيها العجوز. آثار باقية لقناة النوم من الحرب العالمية الأولى. اديكو كوكوكو يسير حفيظة النائمون. فاصل ونواصل مع التفاصيل. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين بالتفاصيل. اشفق يا شفيق وما تغرقش الطريق، هكذا قالها بعلو حسه عبد السلام البصاص اثناء قيامه بجوله ميدانيه بعد اندهاشه من تصرفات بعض الناس، حيث راى ناس كتير ماسكين خراطيم الميه المختلفة الأطوال والأقطار لرش الشوارع والمحلات والأرصفة والطرقات، وبكده تضيع ثروتنا المائية واللي احنا في أمس الحاجة ليها لكل نقطة منها عشان التنمية الزراعية وتوفير الأمن الغذائي للأجيال القادمة. الأمر الذي دفع درجة حرارة السيد المسؤول المذهول من هول ما رأى، واللي كان السبب في جفاف ترعة زكية ونصر الدين لحد ما وصلت لشبرين من معرض الأسماك للخطر، حيث فكرت جديا في الهجرة الغير شرعية إلى المنطقة القطبية، مفضلة أن تتجمد على أن تعيش من غير مية. وما زالت المفاوضات للحين جارية مع شفيق عشان يبطل يرش الطريق. ومن أطباق اليوم مهلبية بالثوم، ومعانا ومعاكم الشيفة اللطيفة أم عين ونص اللي على طبيخ غيرها دايما بتبص. أهلا بيك يا شيف، يلا ورينا إبداعاتك. ازيكم عاملين ايه؟ أنا قلت بس أصبح عليكم كده. صباح الخير يا أم حمد، صباح الخير يا أم جمالات. اسمعيني يا أختي أنت وهي، النهارده هنتكلم في الأكلة اللي هي اللي بيسموها مهلبية، والأكلة دي مش عارف مش تبع الأكل الناشف، انما باختصار هي اكله شعبيه، الاكلات الطريه اللي تتلهلط مش بتتاكل. ونخش بقى يا حبيبتي كده على المقادير لعمل التوبسيه، تكفي من الحبايب 100. طلعي ورقه كده يا حبيبتي واكتبي ورايا انت وهي. اولا كيلو جرام نشا، خليكي معايا، 8 كيلو وربع سكر بودره، كيلو جرام ثوم مفري، ولو ما كانش مفري يبقى ثوم وجيري يا حبيبتي، نص كيلو كنافه للحشو، وما تنسوش الجوز واللوز. اما الزبيب بقى في حسب الرغبه، واللي ما عندهوش رغبه يبقى بلاش الطبق من اصله يا عيني. وبعد ما جهزنا المقادير المطلوب هنخرج في فاصل ونرجع تاني لكم في رمضان اللي جاي وعليكم الخير، عشان نعرف مع بعض طريقه عمل المهلبيه بالثوم، واشوفكم بقى بعد الفاصل. يلا سلام. ايه اللي انت بتهببيه ده؟ مهلبيه ايه دي اللي بالثوم؟ روح يا شيخ. يا نقصه مهلبيه بالثوم هتقول لك عاه اكيد طعمها بشع. لا حاجه تجري. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، حيث انتهى المخرج المتميز الاستاذ عنتر المستهتر من تصوير باقي سهرته الدراميه والتي كتبها المؤلف تامر الحدق خصيصا لهيئة الخدمات البيطرية تحت عنوان حازر واذبح بره المجازر. المعروف عن عنتر المستهتر أنه شغوف بجمع المال ولا يهموش إن كان حرام ولا حلال، وبيلعب بالثلاث ورقات في سبيل الوصول لأهدافه بعيدا عن الرقابة. كان شاجي زمان عنتر ده سليم آني، حيث توسع المستهتر في سلسلة محلاته وبدأ يذبح الحيوانات المريضة قال إيه عشان تستريح من ألمها، ومش كده وبس، ده كمان ضم ليها أنواع تانية واخدين حضراتكم زي الحمير والبغال، وقد حقق المستهتر من وراء ذلك ثروة كبيرة قوي، حتى تم اكتشاف أمره وافتضاح لحمه في كل الأسواق، وقد تصدر اسمه كشف الأسماء في القائمة السوداء من بائعي اللحوم الحمراء. قصك بلهوة الغفلة يا عنتر. هو أنا مش فاهمة حضرتك بتقول إيه، بس أوكي كملي كملي.
صاحب الثمانون ربيعا، القطار الممتاز أو كما يطلقون عليها القطار السياحي، حيث كان في طريقه إلى القاهرة لصلة رحمه عندما توجه العجوز إلى أحد المقاعد للجلوس ومنعوا من هذا شاب وسيم بعد أن ابتسم ابتسامة صفراء وقال له ببوز معوج: المكان محجوز يا عجوز. ما بقاش فيه أدب، قلة حياة. وعندما اعترض أحد الركاب وقال للشاب: القطر ده مش مخصص للحجز. هنا دخل معه الشباب في حوارات حادة انتهت ببوكسين في الوش، واخد بالك؟ الأمر الذي أخاف العجوز وانتهى به المقام إلى الجلوس بين الكراسي لتحظى فتاة أنيقة بالكرسي المحجوز، وهذا في عرف الشاب الوسيم يجوز. والله يا هذا لا يجوز يا كوز. تخيلي، تفتكر ده يجوز ولا ما يجوزش سي؟ لا لا، ما دام في بوكسين يجوز. صح، يجوز. ها يجوز. أي ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، حيث عثرت وزارة الآثار المصرية على آثار لقنابل نوم والتي استخدمت في الحرب العالمية الأولى، وقد امتدت هذه الآثار بفعل الرياح النشطة إلى عدة محافظات، حيث لوحظت خلو الطرقات الزراعية في الريف المصرية من البشر، وذلك ما بين الفترة من الساعة السابعة وحتى الواحدة ظهرا. وعليه فقد أصبحت المواشي تصحى من النوم متأخرة بعد إن كانت متعودة على السروح للحقول بدري بدري، الأمر الذي تسبب في تعرض البقرة نعومة لحالة من الاكتئاب. حتى البقرة جالها اكتئاب، تخيلي. اسمها لطيف. وعندما سُئلت عن الأسباب اكتفت بالصمت الرهيب دون نظرات أو همسات، وسبحان مغير الأحوال. اعترض سكان قرية أبو مخلوف من صياح أحد الديوك بمنزل جار بلغات عديدة إلى قسم الشرطة ضد هذا الديك اللي ما زال متمسك بعاداته وسلوكيات أجداده من الديوك زمان، وهو أن يؤذن في وقت طلوع الفجر، الأمر الذي يزعجهم ويقلق نومهم عشان بيكونوا يدوب لسه داخلين في النوم بعد متابعة الأفلام والمسلسلات طول الليل. وقد سبق يا ساتر على الملف عليها يا حافظ يا اخي. قول لي اقول لك ايه؟ كتير ورد كتير الراجل ده، هو اللي بيتكلم كتير وبيرد كتير. يا دوش ده والله يا جبتوش، انت قاعد فين؟ انا عايز احش. يلا سيداتي وسادتي، الى هنا نصل معكم الى نهايه نشره اسرارنا، والى ان نلتقي معكم في نشره اسرار قادمه. لكم منا كل المنى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خبرية يا رب تموت، تحش وش مين؟ عليا اليمين هقصك بنيه، بنيه هطير لك سف السنة. بنيه في عينك، قليل قليل الادب. ما تعرفنيش يا بت ولا ايه؟ اخرس.